النشاط المحلي من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والمستهل من بلدية ولد براهيم بولاية سعيدة التي استفادت من عدة مشاريع تنموية، منها هياكل تربوية جديدة ومشاريع أخرى تدخل ضمن تنشيط الحركية التنموية للولاية. سارة صاري محمد. مع دخول فصل الشتاء تزيد صعوبة التنقل وخاصة بالمناطق النائية بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين، لذا تم بناء أقسام إضافية للطورين الابتدائي والمتوسط لتقليص المسافات. عاونتنا الولاية مع سيد الوالي، دارونا أقسام مع خمسة. ذاك كان ديرونا هذا اللي يكون غاية، ساعدونا قريبانا. كان اكتظاظ، من قبل كانت عندنا قسم تحضيري تم فتحه سنة جارية فقط، ما كانش عندنا وين ندير التحضير من قبل. هذا العام الحمد لله عندنا قسم تحضيري، عندنا قسم سنة أولى، سنة ثانية عندنا قسمين، سنة ثالثة قسم واحد، سنة رابعة عندنا قسمين، تكون القسم الأول من 23 تلميذ، القسم الثاني فيه 21 تلميذ، السنة الخامسة عندنا 34 تلميذ. مشاريع في طور الإنجاز وأخرى جسدت على أمر الواقع، منها التهيئة الخارجية بما فيها الإنارة وتعبيد الطرقات لتسهيل التنقل لساكنة بلدية ولد إبراهيم بولاية صعيدة. الطريق المؤدية إلى طريق تيرسين والمؤدية إلى سيدي ميمون مرورا إلى ولاية معسكر. هذه الطريق كانت تشهد احتراق كثير جدا وفي وقت طويل. الحمد لله تمت الموافقه من طرف السلطات المحليه، والمشروع راه في الانجاز وراه مستوى التقدم حوالي 40% حتى 30%. مشاريع متعدده مست مختلف القطاعات الحيويه بالولايه، من شانها تيسير حياه المواطنين وتتوزع على عده بلديات بالولايه. وللحديث عن الموضوع أجرت سارة صاري محمد حوارا مع والي ولاية صعيدة. نعم، إذن تتواصل أشغال عدة مشاريع هنا بولاية صعيدة وبالذات بدائرة ولد إبراهيم، مست عدة بلديات تابعة للدائرة، مست عدة قطاعات نذكر منها قطاع التربية وقطاع الأشغال العمومية. حاضر معي السيد والي ولاية صعيدة أموما مرموري ليقدم لنا مزيدا من التفاصيل. سيدي أهلا بك، إذا أمكن مزيد من التفاصيل حول هذه المشاريع التي قمتم اليوم بمعاينتها وأخرى دخلت حيز الخدمة، تفضل. شكرا. إذن في إطار تحسين ظروف التمدرس لأبنائنا التلاميذ على مستوى دائرة أولاد إبراهيم، شرفنا على افتتاح أقسام توسعة بالنسبة للمؤسسات التربوية اللي كانت تعاني من اكتظاظ، وهذا سمح أننا انتهينا من نظام الدوامين الجزئي اللي كان موجود، وأصبحت هذه المؤسسات لها إمكانيات أنها تستقبل أبنائها في وقت واحد، وفي نفس الوقت فيها ظروف استقبال جيدة فيما يخص النقل أيضا بالنسبة للإطعام المدرسي. فيه أيضا مشاريع أخرى راهي في طور الإنجاز، لأن فينا ستة أقسام على مستوى قرية سيري بوزيد اللي رايحين إن شاء الله نستغلها كملحقة المتوسطة، وهذا لرفع الغبن على المواطنين وبنائنا المواطنين اللي تنقلوا بمسافات كبيرة باش يلحقوا المتوسطات، في نفس الوقت نقصوا من خلالها الضغط على المؤسسة الأم اللي راهي موجودة حاليا فيها عملية أقسام دوارة، وفيها مشاريع أخرى راهي قاعدة الإنجاز إن شاء الله، كلها الهدف تاعها هو تحسين نوعية التمدرس من خلال توفير كل الظروف الملائمة، وخاصة تقليص عدد التلاميذ في القسم، وأيضا القضاء على نظام الدوامين في سواء في الابتدائي أو في المتوسط إن شاء الله. شكرا لك سيد الوالي على كل هذه التفاصيل، ومع العلم أنه كل هذه القرى والبلديات التي مستها هذه المشاريع هي إن صح القول أنها جاءت حسب طلب المواطنين، والسلطات المحلية كانت واقفة على قدم وساق لإنجازها في أجلها المحددة. نعم، عودة لزملائي بالأستوديو، إلى اللقاء.
شكرا لك سارة صاري محمد، كنت لك ولضيفك الكريم، كنت معنا من ولاية سعيدة. وبولاية ميلا نظم يوم دراسي حول استخدام تقنيات وآلية الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على الطاقات الشبانية الواعدة في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، انطلاقا من فكرة علمية، وذلك مواكبة لآخر التطورات الاقتصادية العالمية. ليندا شعبان. استطاعت نورهان وصديقتها ملاك تجسيد مشروع المهد الذكي للرضع بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشروع جسدته على أرض الواقع حيث يعمل بتطبيقات مراقبة عديد الاحتياجات للرضع في المنازل وكذا المستشفيات، إضافة إلى دور الحضانة. هو أول حاجة ميول أكيد باش قدرنا نوصلوا للنتيجة هذه، وخيرنا هذا المهد الذكي أكيد كعنوان للمشروع. بدينا فيه في الأول ما كناش على بالنا بلي حنخدموا بليزالغوريتم انتيليجون، بدينا نطوروا، حطينا بلي نخدموا على الصوت تاع البيبي، زدنا لي كابتور مثلا تاع تمبيراتير وميديتي، عندنا سيرفو موتور اللي تاع الألعاب، عندنا سبيكر اللي هو الميوزيك، وأيضا الليد. مجال جديد يستهوي الطاقات الشبانية كل حسب تخصصاته، مما استوجب تحفيز تطبيق هذه الآليات في المجال الصناعي والاقتصادي. بالنسبة للمشروع تاعنا بديناه بإمكانيات قليلة بزاف لنقص الدعم المادي لاقتناء المواد الحديثة لتجسيد المشروع تاعنا في أرض الواقع، خصوصا أنه الاستعمال تاعو راح يكون منتشر في المستشفيات، في الحضانات، ويكون أيضا في المنازل بزاف. حابين نلقاو الدعم المادي لأن البروجي تاعنا راه واجد من كل النواحي، مدروس اقتصاديا، مدروس حتى من جانب الذكاء الاصطناعي، خدمنا الخوارزمية، حتى السرير رانا طورناه. لدينا الكثير من المشاريع فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي، لدينا مشاريع حول الزلازل والكوارث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل الأصوات، والحقيقة لدينا إن شاء الله مشاريع واعدة في العام يعني الدراسي هذا 2023-2024 اللي راح يكون يعني الانطلاقة لموسم ثاني. الذكاء الاصطناعي جاء يقيس الخاصة يعني المتعلمين، ولهذا نلقاو التعليم هو أول من يكون يأثر عليه الذكاء الاصطناعي. تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي صار أكثر من ضرورة مع التطورات الاجتماعية والصناعية والاقتصادية على الصعيد الدولي. احتضنت جامعة صالح بوبنيدر بولاية قسنطينة فعاليات الملتقى الدولي الأول حول الميديا الجديدة والتحولات السمعية البصرية في العالم، الواقع والتحديات. الملتقى شهد حضور ممثلي المؤسسات الإعلامية وكذا أساتذة ومهنيون مختصون في مجال الإعلام والاتصال من مختلف الولايات ومشاركون من عدة دول عربية. خلال الملتقى فتح باب النقاش حول مسائل وقضايا مختلفة تتعلق باستخدامات الميديا الجديدة في قطاع الإعلام، كما تضمن الملتقى ورشات تكوينية من أجل تكوين طلبة في هذا المجال. سلمى خيواني. إنما أسفرت عنه تكنولوجيات المتسارعة من وسائل إعلام جديدة تمكنت من حجز مكانتها لدى الجماهير، ما جعلها في منافسة مع الإعلام التقليدي ليصبح دمجهما وتشريع استخدامهما أمرا ضروريا. سنتحدث عن كيفية الانسجام والتعايش بين هذا المستجد التكنولوجي الجديد وبين وسائل الإعلام التقليدية حتى يبقى المسار الإعلامي مسارا تكاملية. نحن دائما ننتقد التكنولوجيا وتأثيراتها على الإعلام، ولكن في هذه الأزمة تبين أن الميديا الجديدة لها دور كبير في إحداث التوازن من حيث تدفق المعلومة. الميديا الجديدة والتحولات السمعية البصرية في العالم والتحديات كان عنوان هذا الملتقى الذي جاء بجملة من المسائل والقضايا المهمة المطروحة للنقاش. إثارة النقاش حول هذا الموضوع والتعرف على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وكذلك رصد لمختلف الإشكالات المطروحة في الوطن العربي في الجانب الأخلاقي، في الجانب القانوني، كذلك مواكبة التطورات البحثية الحاصلة في علوم الإعلام والاتصال. في الأردن تحديدا هناك قانون يسمى قانون منع الجرائم الإلكترونية، هذا القانون بات ملحا في الوطن العربي والعالم مع الانفتاح الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي.
الملتقى لم يغفل عن تكوين الشباب والطلبة للتماشي والتحولات السريعة في هذا المجال. ونختم النشرة بالذاكرة الوطنية، حيث أحيت دائرة أريس بولاية بتنة الذكرى 69 لاستشهاد البطل جرين بالقاسم الذي استشهد رفقة ثلة من الشهداء بجبال أريس في معركة أنزا أحمد في 29 نوفمبر 54. يونس الكحلديب. قانون رقم 1 قائد فرقة لصوص الشرف هي من بين الألقاب التي أطلقها المستعمر على القائد جرين بالقاسم، والذي رصد لأجل رأسه 100 مليون فرنك فرنسي. فيه عدد كما شبشوب كما جرين يسميهم أنا ذاك العدو الفرنسي يسميهم ديزارتور، يعني خارجين عن القانون وبقودة رب العالمين. والقائد مصطفى مبولعيد قبل إعلان 54 كان تصل بهم بالواحد بالمجموعة وتحاور معاهم ودخلهم في الصف متاع التكوين والتحضير للثورة التحريرية. قائد بحنكة ودهاء عسكري مكنه من التواجد ضمن الأفواج الأولى لتفجير الثورة، فكان قائد الفوج المكلف بتفجير ثكنة عسكرية وسط مدينة باتنا ليلة الفاتح نوفمبر. فرنسا ما قدرتش باش تدخل ثم، استعملت الذبابات، استعملت الآلات المدرعة، استعملت حتى المظليين، حتى استعملت الطائرات، حرقت المكان كامل واستشهدوا 13 شهيد تحت وصاية تحت مسؤوليتها جرين بالقاسم الله يرحمه. ليستشهد جرين بالقاسم يوم 29 نوفمبر 54 رفقة ثلة من الشهداء بمعركة أنز أحمد بجبال الريس المجاهدة. وبالذاكرة الوطنية نأتي إلى ختام نشرتنا، دمتم بخير وإلى اللقاء.